شيء الملاحظ في الايفونات الجديدة في شيء واحد موضوع انه أبل ما معطيتك فرق واضح ما بين أجهزة الآيفون العادية وآيفون البرو. إذا شفت أنت من ناحية قصدك من ناحية الشحن مو بالنسبة من ناحية الشحن، من ناحية المواصفات. يعني إذا شفت أنت الجهازين وقريت المواصفات وقريت المميزات اللي موجودة في الجهازين ترى ما في فرق، ترى الفروقات الواضحة بين الجهازين قدرات الكاميرا الأقوى بكثير. هذا أصلا ما حط أصلا الفرق إلا في التصوير. لا بعطيك ثلاث فروقات تحضرني هذه الثلاثة والظاهر أن فيها أكثر، بس تحضرني هذه الثلاثة الأساسية. حجم الشاشة أكبر، تردد الشاشة أعلى بكثير تقريبا الضعف، الكاميرات أقوى بكثير بمراحل من العادي لكن الاحتياجات اللي موجودة فيها كلها للبرو، وأيضا يطول العمر السلامة المعالج الجديد. طبعا البطارية أيضا فيها فرق بحكم أنه في 3 إنش فرق أكبر شوي، أو مو 3 إنش يعني شيء بسيط جدا، لكنه هذه معطية فرق جدا بسيط في البرو. فهنا نرجع نقول أن الفروقات ما بين الجهازين صارت جدا ضئيلة، لدرجة أنه صار واضح أنه أبل تقول الآيفون برو للفئة الاحترافية والآيفون العادي للمستخدم العادي. يعني بعطيك مثال، زر التصوير صار موجود في العادي، هو بالغالب أبل أي لأن يبدو لي التسريبات الأولى كان يقول أن أبل ما راح تطلع الآيفون اللي مو برو اللي أقل، الآيفون بلس وآيفون آيفون 16 و16 بلس ما راح يكون فيه زر الإضافي، بس شكرا تنازلوا عنه. مو بس كذا، لاحظ السنة الماضية أضافوا زر الأكشن في البرو لكن ما أضافوا في العادي، وهذا عشان كذا عشان كذا أغلب المحللين كانوا يتوقعون ما فيه. طيب، الإضافات هذه ما موجودة. زر التصوير أضافوه في البرو، أضافوه في العادي، ولا وأعلنوا عنه في المؤتمر بالعادي قبل البرو. فهذه مشكلة، يعني حرفيا أنك أنت ما خليت فرق بين الآيفون العادي والبرو. فالمستخدم حاليا طبعا يعني أنا أعزيها للاستغلال السوق، يعني مو عفوا التغلغل في السوق، يعني هو اللي كان ينقص أبل في المنافسة. فطبعا إذا فصل بين الملاحظات، إذا فصل بين الموديلين بشكل كبير مثل ما كانوا يسوون أول، فأعتقد بصعب المهمة. لكن بالشكل هذا بحيث أن كل المزايا موجودة وخلاص، البرو للبرو، فبيستخدمون أغلب، يعني أنا قاعد لاحظها المصورين السينمائيين، المصورين خصوصا اللي ما يطلبون كاميرات سينمائية كبيرة أو تصوير خلنا نقول أفلام قصيرة وزي كده، فكان ينجح معهم النوع هذا من الأجهزة. فيبدو لي أنها أن الفروقات بدأت تصير يعني محدودة، وهذا تخصصية، يعني يصير الجهاز اللي يبيه، في ناس معين هم اللي بيختارونه. فإذا إلا اللي متعودين، يعني مثلي مثلا متعود على، فتحس يجيك شعور غريب انك ما تقدر تتنازل عن البرو.